السلام عليكم. اليوم نتكلم على ملعب دويرة، وحسب الصور الموجودة عندنا قد تم الإشغال نهائيا بالجزء نتاع الهندسة المدنية، هي لا سوبر ستركتور نتاع الملعب. بقات غير الأشغال نتاع التهيئة الخارجية، وكذلك بالنسبة للغطاء السقف نتاع الملعب انتهت الأشغال به 100%. بقيت بعض الأشغال نتاع الغلاف الخارجي نتاع الملعب، وكذلك لاحظوا حسب الصور تنقية كل الميدان نتاع الملعب من بقايا نتاع الورشة، بقايا نتاع الأشغال. إذا يعني رانا في بصدد بداية تاع وضع النظام تاع تصريف المياه للملعب، وكذلك تم تنقية المدرجات من بقايا تاع الأشغال للتحضير لوضع السيستم دي تنشيتي نتاع العوازل التي تحمل الخرسانة. إذن الملعب راه في طريقه للأشغال، في طريقها باش تنتهي في موعدها، وهو الموعد كأس إفريقيا للمحليين المزمع تقديمه في 21 جانفي 2023، يعني في بضعة أشهر إن شاء الله تكون الوتيرة متسارعة باش نكونوا في الموعد. السلام عليكم.